صباح الخير. صباح النور. معكم المعلمة بدور مارديني من مدرسة طارق بن زياد. سأكون معكم في مادة الدراسات الاجتماعية، عنوان درسنا سكان وطني سوريا. لنعرف بأنفسنا، تفضل. نور الدين رمضان، حمزة النجار، نايا بانا حوزاني، نايا راضي. أهلا وسهلا بكم. هل تحبون أن تلعبوا لعبة الفوارق؟ نعم. إذا لنتابع. لنشاهد الصورتين ونتأمل لمدة دقيقتين، ومن ثم نرى ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية. تفضلوا تأملوا. تفضلي نايا، ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الفرق أن الأبن الذي يجلس على الأليكة التي في اليسار قد كبر الأولاد الثلاثة، والفرق أن الجد قد يوجد في اللوحة والنبات. أحسنتي. بعنا ماذا تلاحظين؟ بالصورة الأولى ما في جد، بالصورة الثانية في. بالصورة الأولى يوجد الجد، بالصورة الثانية لا يوجد جد. أين الجد في الصورة الثانية يا بانا؟ نور الدين، أين الجد؟ في اللوحة. نعم. ماذا تجدون أيضا فوارق؟ تفضل يا حمزة. في الصورة الأولى هناك زريعة، في الصورة الثانية لا يوجد. أحسنت. أيضا هل يوجد فوارق أخرى؟ تفضلي نايا. أن الجدة في الصورة الأولى قد كانت شابة، والصورة الثانية قد كبيرة. أحسنتي. أيضا هل يوجد فوارق أخرى؟ نعم. ماذا؟ ازدياد عدد الأسرة. ازدياد عدد الأسرة. أحسنت. لماذا ازدادت عدد الأسرة؟ تفضلي نايا. تزوج أحد الأبناء وأنجاب الأطفال أو كثرة الولادات. أحسنتي. في مكتب الإحصاء اجتمع رائد وزملاؤه لتوزيع المهمات المتعلقة بإحصاء سكان سوريا، ثم ذهب كل منهم في مهمته، وكانت أولى مهمات رائد زيارة أسرة نبيل. أساعد رائدا وأعد أفراد الأسرة. الذكور، كم عدد الذكور؟ تفضل نور. أربع ذكور. أربع ذكور. كم عدد الإناث؟ تفضلي. اثنان إناث. اثنان إناث. ما عدد أفراد الأسرة جميعها؟ تفضلي يا بانا. سبعة. سبعة أفراد. لنلاحظ جيدا، عدد الذكور أربعة، عدد الإناث اثنان، عدد أفراد الأسرة جميعها سبعة. لنلاحظ الصورة الثانية. في مكتب الإحصاء اجتمع رائد وزملاؤه لتوزيع المهمات المتعلقة. بعد 10 سنوات أجرى المكتب إحصاء جديدا. ألاحظ صورة أسرة نبيل وأحصي العدد. بعد 10 سنوات كم أصبح عدد الذكور؟ تفضلي نايا. ثلاثة. ثلاثة. واحد صغير. ثلاث ذكور. كم أصبح عدد الإناث؟ تفضل يا نور الدين. سبعة. لنعدهم معا. سبعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة. ما عدد أفراد الأسرة؟ حمزة تفضل. ثمانية. ثمانية. أحسنت. لماذا قل عدد الذكور في الصورة الثانية؟ لماذا قل؟ كثرة الولادات وقلت له. عدد الذكور في الصورة الأولى كان أربعة، في الصورة الثانية أصبح ثلاثة. لماذا؟ لأن الجد توفى. توفي الجد.
وازداد عدد أفراد الأسرة لأن الولد الأكبر أنجب أطفالا. إذن ما سبب زيادة عدد أفراد الأسرة؟ تفضل يا نور الدين. الولادات والاستقلال. كثرة الولادات والاستقلال. إذن سبب زيادة عدد أفراد الأسرة هو كثرة الولادات. لنقرأ عدد سكان سوريا في الإحصائين السابقين. العام 1994 كان عدد السكان 14 مليون تقريبا، وفي العام 2004 كان 18 مليون تقريبا، ولدينا الآن سوف أستخدم أعواد المثلجات للإجابة على الأسئلة. كم ازداد عدد السكان خلال 10 سنوات؟ تفضل حمزة. 4 ملايين. 4 ملايين، أحسن. ما أسباب تزايد عدد السكان في سوريا؟ أفكر بالولادات الوفيات. تفضل بانا. كثرة الولادات وقلة الوفيات. أحسنتي. كثرة الولادات وقلة الوفيات. إذن لاحظنا أن تزايد عدد سكان سوريا بسبب كثرة الولادات وقلة الوفيات. اقرأ الصور الآتية وأذكر أسباب زيادة عدد الولادات وقلة عدد الوفيات. لدينا بطاقتين، كل مجموعة سوف تأخذ بطاقة وتجيب على السؤال بعد أن تلاحظ الصور. السؤال هو: أذكر أسباب زيادة عدد الولادات وقلة عدد الوفيات. لدينا دقيقة للإجابة، تفضلوا. انتهينا؟ نعم. نعم. المجموعة الأولى، برأيكم ما أسباب زيادة عدد الولادات وقلة عدد الوفيات؟ تفضل نور. الغذاء الصحي، الرعاية الصحية. المجموعة الثانية لنستمع إلى الإجابات. الرعاية الصحية، الغذاء المتنوع. أحسنتم، هل موافقون على الإجابات؟ نعم. أنتم مجموعات متميزة. الغذاء المتنوع وبسبب الرعاية الصحية. نعم، أحسنتم. والآن اقرأ خريطة الجمهورية العربية السورية ثم املأ الجدول. لدينا جدول وعن طريق المجموعات نريد حل هذا الجدول. لدينا خريطة وجدول ونريد أن نحل الجدول، وأفكر بالأسباب: تربة خصبة، مياه وفيرة، جفاف ومناطق جبلية. لدينا دقيقتين. كثافة السكان مرتفعة، متوسطة، منخفضة. المنطقة بالمنطقة المنخفضة البادية. السبب بالكثافة السكان المتوسطة ضيق الأراضي الزراعية. تفضلوا.
أحسنتم. نعم. لننظر إلى هذه البطاقة، أفكر بالأسباب. تربة خصبة، مياه وفيرة، جفاف ومناطق جبلية. هل انتهينا؟ نعم. نعم. لنستمع إلى رأي المجموعة الأولى. برأيكم كثافة السكان مرتفعة في أي منطقة؟ تفضل يا حمزة. داخلية وسهول. داخلية وسهول. لنستمع إلى رأي المجموعة الثانية. المدينة الداخلية. المدينة الداخلية. نعم، المنطقة السكان يكون مرتفعة في المناطق الداخلية والساحل. في المناطق، في أي مناطق يا حمزة؟ داخلية والساحل. الداخلية. ما السبب أنها تكون كثافة السكان مرتفعة؟ تفضلي نايا. تربة خصبة. تربة خصبة. تفضل حمزة. ومياه وفيرة. ومياه وفيرة. كثافة السكان متوسطة في أي منطقة؟ المجموعة الأولى في أي منطقة؟ جبلية. المجموعة الثانية، هل توافق المجموعة الأولى؟ نعم. نعم، في المنطقة الجبلية. والسبب أن ضيق الأراضي الزراعية. كثافة السكان منخفضة في منطقة البادية. ما السبب؟ تفضلوا المجموعة الثانية. الجفاف. هل توافقون المجموعة؟ نعم. نعم، بسبب الجفاف. والآن لدينا الخريطة الآتية. لنتأمل هذه الخريطة، وسوف أضع لكل مجموعة خريطة أمامهم. ولكل واحد منكم بطاقة. سوف يقرأ وأتلقى الإجابة من زملائه. تفضل نور الدين. تفضل. الحسكة. أنت تقرأ وزملائك يجيبون. أقرأ. من أنا؟ مدينة مشهورة بزراعة القمح، أقع على نهر الخابور، هل عرفتم من أنا؟ تفضلي بانا. الحسكة. الحسكة. نور، هل تستطيع أن تشير إلى مدينة الحسكة على الخريطة؟ نعم. تفضل. أحسنت يا نور، ممتاز، رائع. تفضل. تفضل حمزة واقرأ. مدينة ساحلية وميناء سوريا الأول على البحر المتوسط، هل عرفتم من أنا؟ تفضل نور. اللاذقية. اللاذقية. تشير حمزة إلى اللاذقية على الخريطة. تفضل. أحسنت، رائع، شكرا لك. تفضل يا نايا. رأي. مدينة اقتصادية الأولى في سوريا، أقع في شمال وأشتهر بصناعة الصابون، هل عرفتم من أنا؟ تفضل حمزة. حلب. حلب. تفضلي نايا وأشيري إلى مدينة حلب على الخريطة. أحسنتي، رائعة. تفضلي بانا. أنا مدينة على نهر بردة وأنا العاصمة، هل عرفتم من أنا؟ نور، ما هي المدينة؟ دمشق. تفضلي بانا وأشيري إلى مدينة دمشق على خريطة. أحسنتي، شكرا لك. والآن لدي بطاقتين، كل
المجموعة سوف تأخذ بطاقة وتكتب اسم مدينة سورية ومعلومة عنها. تفضلوا، لدينا دقيقتين. تفضلي نايا. اختاروا أي مدينة واكتبوا عنها معلومات تعرفونها. هل انتهينا؟ لا. اكملي. لنستمع إلى المجموعة الأولى ماذا كتبت؟ تفضل نور. طرطوس مدينة سورية على ساحل البحر المتوسط، وهي أهم ميناء في سوريا، وفيها جزيرة أهواد. أحسنتم، مجموعة رائعة ومتميزة. تفضلي بانا. دمشق عاصمة سوريا، مركز محافظة دمشق، وهي أقدم مدن في العالم، لقبت بمدينة الياسمين. أحسنتي، رائعون. تفضل. شكرا. تفضل. شكرا. شكرا. إنكم شكرا. مجموعات رائعة ومتميزة. لنستمع إلى هذه الأغنية معا. تكلمت الأغنية عن وطننا سوريا، ما واجبنا تجاه وطننا سوريا؟ تفضلي نايا. أن أحن عليه ولا أرمي فيه النفايات. نعم، أيضا ما واجبنا تجاه وطننا سوريا؟ تفضل نور. حمايته. أحسنت، أيضا واجبنا تجاه وطننا سوريا أن نحافظ عليه ونحميه ونحبه وندافع عنه ونبعد عنه الأعداء. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من درسنا اليوم. إلى اللقاء.